هتشوفوا النهاردة أغرب فيديو في الكون. أيوة، عشان إيه نظبط الكلام، عشان إيه شكلنا داخلين على أيام سودة. بس ابتدي اشرب من هنا بقى. بسم الله. الصلح بين النجم والفنان رضا البحراوي، يقول النجم والفنان برضو حسن شاكوش. طالع دلوقتي انا واخويا النجم رضا البحراوي، مفيش اي مشاكل، والحمد لله ان كان سوء تفاهم وتفهم غلط، وانا ورضا البحراوي اخوات، ومفيش اي اخويا حسن، ومفيش اي مشكله، واحنا دلوقتي اهوت يا جماعه 100 فل و10 اسف لل 26 محافظه. احنا كلنا راجل واحد وكلنا اخوات والصلح خير وانا واخويا حسن، وانتوا برضو هتسامحهم عشان خاطر ربنا، مش عشان رضا البحراوي ولا حسن، هتسامحه عشان خاطر ربنا. زي ما شفت كده الفيديو اللي ما كانش منتظر، يعني انا بجد ما كنتش مستني كده. انا واحد من ضمن ناس كتير قوي قوي كنا مستنيين يكون في بقى ايه معركه بقى، وفي حماس وفي ضرب وفي يعني في بلاوي. مفيش الكلام ده. طب ليه بحراوي؟ ده كان في جمهور وراك، يعني الجمهور ده كان لوحده، ما كانش فيه بقى جمهور قصاده. يعني مثلا المفروض كان فيه جمهور تبع حسن شاكوش، تقريبا كل الجمهور اللي تبع حسن شاكوش بقى تبع رضا البحراوي. بجد يعني انا ما شفتش كده. يعني المفروض يكون في جمهور مع رضا البحراوي بيدافع عن رضا البحراوي، وجمهور تاني بيدافع عن حسن شاكوش، والمفروض بقى ان الاثنين يتعاركوا مع بعض. الكلام ده ما حصلش. ما شفتش الكلام ده. كل الجمهور اللي كان تبع حسن شاكوش اقسم ربي كان كل الكومنتات اللي تحت كلها رضا البحراوي واحد بس، رضا البحراوي علم، انت ما تقارنش نفسك برضا البحراوي، رضا البحراوي يدوسك برجله. كومنتات كتير جدا بجد والله العظيم، ما شفتش حد بيدافع عن حسن شاكوش امبارح خالص. والدليل على كده الكومنتات اللي تحت كل فيديو كان موجود فيه سيره خناقه حسن شاكوش ورضا البحراوي. خلينا اقول كلمتين مهمين جدا ومنصفين في حق الموضوع ده. رضا البحراوي من احسن الناس اللي موجودين على السوشيال ميديا في الوسط الفني. رضا البحراوي محترم جدا واصيل جدا وشهم ومجدع وابن بلد، زيه زي محمود الليثي بالظبط. انما حسن شاكوش فنه حلو وكل حاجه، ولكن قله الاصل فيه شويه، والحاجات دي كلنا لمسناها لما قلب اصله مع حمو بيكا، وقلب اصله مع عمر كمال، وكمان قلب اصله مع مراته الاولانيه اللي كانت معاه في بدايه نجاحه. طبعا عمري ما كنت انا هقول بنفسي ان حسن شاكوش قليل الاصل الا لما كنت اشوف كل الحاجات دي بعينيا. انا عمري ما شجعت ابدا على ان الصحافه او الاعلام يقولوا اي حاجه على اي حد واطلع اتكلم انا كمان واقول عليها، الا لما اشوف فيديو او صوره او اي حاجه تبين فعلا ان الشخص ده زي ما الناس كده بتقول. كلمتين في النهايه يا حسن، رضا البحراوي سامحك علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، علشان خاطر هو انسان ما بيحبش يشوف واحد متدمر يا عيني من كل الناس دي ويسيبه يقع. اقسم بالله انت لو ما كنتش رحت لرضا البحراوي واتاسفت له واعتذرت له وعملت الفيديو اللي احنا شفناه معانا النهارده ده، كانت نهايتك هتقرب، وكل الناس اللي كانوا بيحبوك نصهم هيقلوا، وكل المحبه اللي حاولت ترجع لك تاني دلوقتي كلها ترجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للنجم والفنان رضا البحراوي. خليني اقول لكم في النهايه ان انا متاكد ان ممكن الناس دي يعملوا فيديوز ودوتو مع بعض الفتره اللي جايه، لان رضا البحراوي نفسه جدا ان هو ينافس حد في الغنى. بس السؤال بقى في النهايه، يا ترى مين اللي هيكسب؟ رضا البحراوي اللي هيكسب ولا حسن شاكوش اللي هيكسب؟ سلام، وما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت تحت في الفيديو، ويا ريت تعمل شير للفيديو في كل مكان. كان معاكم اخوكم يوسف سعيد، في رعايه الله.